من أقاصي اليمن، ليس وصفا جغرافيا هنا بل اسم عملية سرية تمت وانتهى الأمر ونقل خلالها يهود يمنيون إلى إسرائيل، وقد أخذوا معهم مخطوطة توراتية قديمة يعود تاريخها إلى ما بين 500 إلى 600 سنة. بعض هؤلاء كان من سكان ريضة بمحافظة عمران، وبعضهم الآخر من صنعاء، جمعوا معا ثم نقلوا إلى دولة ثالثة لم يكشف عنها بعد في عملية سرية معقدة أشرفت عليها على الأغلب أجهزة استخبارات عدة في المنطقة. التفاصيل على شحها تربط ذلك بصعود الحوثيين. احنا في آل سالم بس أعطوا لنا إنذار أصحاب الحوثي، قالوا لكم 10 أيام وانتوا تخرجوا من هذا البلد ما لم سوف تندموا، يا نقتلكم أو نختطف أحد منكم. لقد هدد الحوثيون يهود اليمن بحرق بيوتهم أو سفك دمهم إذا لم يغادروا صعدة، وكان ذلك في حقبة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، فهرب بعضهم إلى عمران وصنعاء. لكن التهديد لم يختفي بخلع صالح، بل تزايد بصعود الحوثيين ووصولهم إلى صنعاء وانقلابهم على الشرعية. بهذا لا يتبقى أكثر من 50 يهوديا في البلاد، يعيش أغلبهم هنا بالقرب من السفارة الأمريكية في صنعاء في منطقة تسمى المدينة السياحية. هنا بالضبط يتقافز الحوثيون ويتظاهرون ويتجولون بالسلاح ويرفعون شعاراتهم المنادية بالموت لأمريكا وإسرائيل واللعنة لليهود، لكنهم في الوقت نفسه يحمون المنطقة بسلاحهم الذي يحمل الشعارات ذاتها. على خلاف عقود سبقت وعرفت أكبر هجرة لليهود اليمنيين إلى إسرائيل عقب النكبة، حيث رحل نحو 50 ألفا منهم في عملية أسميت ببساط الريح، فإن من تبقى منهم وهم بالمئات أصروا على البقاء والتمسك بمواطنتهم رغم كافة أشكال التهديد والإغراء، لكنهم اضطروا أخيرا للتخلي عن بلدهم والالتحاق بإسرائيل تحت ضغط المناخ الذي خلفته شعارات الحوثيين، بغض النظر عن مدى جديتهم في الوفاء لتلك الشعارات من الناحية العملية. بهذا يلتقي الحوثيون مع إسرائيل رغم شعارات العداء، ويحققون هدفها بجلب يهود العالم ومنهم يهود اليمن. لقد دمر الحوثيون أول أمرهم أسس التعايش التي قام عليها المجتمع اليمني عبر الحقب، فإذا هم إقصائيون لا يعترفون باليهود في المجتمع ولاحقا بكل من يختلف معهم، وإلا فإن السلاح هو الحكم. وثانيا فعلوا الأسوأ، يسروا عبر تصعيدهم هجرة اليهود وقدموا خدمة مجانية لدولة إسرائيل، ما يعني أن الشعار حين يختبر على أرض الواقع قد يعني نقيضة، فلا موت لإسرائيل بل تغذية وجودها بالمزيد من المهاجرين. ذلك بالضبط ما يقوم به حلفاء الحوثيين في الإقليم كما يقول خصومهم، يرفعون شعار ما بعد حيفا وتل أبيب بينما هم يخوضون في الدم السوري، يرفعون شعار الموت لأمريكا ويتفاوضون معها لتقاسم النفوذ.